الرئيس السيسي يؤكد أن احترام المرأة وحمايتها وتمكينها واجب وطني والتزام سياسي. تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، القوات المسلحة توفر كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة في أنحاء الجمهورية. بايدن يغادر إلى أوروبا لبحث الأزمة الأوكرانية، وبوتين يقرر بيع الغاز والنفط بالروبل. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المرأة المصرية كانت وما زالت دعما وظهيرا لوطنها، وقد جاء ذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2022 التي شهدها الرئيس السيسي والسيدة قرينته. خلال الاحتفالية شدد الرئيس السيسي على أن احترام المرأة وحمايتها وتمكينها واجب وطني والتزام سياسي، وليس هبة أو منحة، بل حق أساسي لها. إن انحيازي للمرأة المصرية هو عن قناعة تامة وإيمان حقيقي بأن احترام المرأة وتقدير دورها وتمكينها وحمايتها هو واجب وطني والتزام سياسي، وليس هبة أو منحة، بل هو حق أساسي لها وعلينا جميعا أن نتخذه كمنهج حياة، فبدونه لن يتحقق أي نجاح منشود. وحول دور المرأة المصرية في دعم الوطن، أشاد الرئيس السيسي بدور المرأة المصرية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وشدد الرئيس السيسي على أنه لولا هذا البرنامج لأصبح وضع مصر صعبا في ظل الأزمة العالمية التي تشهدها مصر. ولما جينا حتى في برنامج الإصلاح الاقتصادي احنا قلنا محتاجين دعم المرأة المصرية، وبدعمها مررنا نجاح أو مررنا ظروف قاسية جدا جدا مرت على الوطن وعلى الشعب المصري كله بدعمها ومساندتها. وأنا لما بقول الكلام دوت بسجله لكم وبسجله هنا للتاريخ، إن لولا هذا الدعم يعني طبعا ما حدش يفهمني غلط، يعني الراجل موجود وبيقوم بدور وكل حاجة، ما أنا راجل برضو يعني، لكن صحيح يعني، لكن المرأة هي يعني، افتكروا بإنصاف، افتكروا أي زوج يفتكر بإنصاف زوجته بتعمل ايه، يفتكر كل ابن بإنصاف والدته بتعمل ايه، يعني يفتكر كل ابن أمه عملت إيه بإنصاف. أنا بقول ما بقولش من حياز حاجة، إن هي أعطت كثيراً جداً يعني. فنيجي لموضوع الإصلاح الاقتصادي تحديداً، أنا بتكلم لأن ظروف قاسية جداً مرت علينا في الوقت ده، لكن هي كان بدعمها إحنا مررنا بيه والحمد لله. وأنا عايز أقول لكم بفضل الله سبحانه وتعالى، ولولا هذا الموقف ولولا الإجراءات اللي اتعملت ديت، أنا بقول لكم إن إحنا خلال السنتين اللي فاتوا والأزمة اللي احنا بنعيشها دلوقتي، الأزمة العالمية اللي احنا بنعيشها دلوقتي، صدقوني لو ما كانش هذا البرنامج وفقنا فيه بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلكم ودعمكم، احنا كان هيبقى موقفنا صعب قوي 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 في اللي احنا بنعيشه دلوقتي. وحول المشروع القومي لزيادة حجم القدرة على تخزين القمح، أكد الرئيس السيسي أن مشروع زيادة صوامع تخزين القمح ساهم في توفير 5.5 مليون طن دون فقد. وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة لديها مخزون للقمح يكفي 4 أشهر. هتكلم على أحد المشروعات البسيطة جدا يمكن ما حدش يتوقف قدامها، مثلا مشروع قومي لزيادة حجم قدرتنا على تخزين القمح في الصوامع اللي تصل إلى 5.5 مليون يا دكتور، مش كده؟
5.5 مليون طن قمح، كان اللي موجود عندنا أقل من تلت الرقم ده. طب ده كان بيعمل إيه؟ عشان بس الناس تبقى متصورة معانا، إحنا حطينا فلوس كتير في الموضوع ده صحيح، لكن إحنا لقينا إن إحنا تمن اللي بيفقد سنوياً حوالي 20% من تداولنا للقمح. فلو شئتم أن أنتوا تقولوا إن إحنا بنتداول ما يقرب من يعني هنقول إحنا بنستهلك تقريباً 17-18 مليون طن قمح، هنقول إن الدولة بتتداول 15 مليون 10 مليون. ال 20% أو ال 15-20% اللي بنتكلم عليهم ما يقرب من 2 مليون طن قمح. ما يقرب من 2 مليون طن قمح، تمنهم كام؟ بيفقدوا إزاي؟ نتيجة إن إحنا كنا سايبينهم أو بنسيبهم يعني في شون مكشوفة ومخازن مفتوحة، وبالتالي كانوا بيتعرضوا للقوارض والحشرات وحاجات أخرى، وأنا قلت الكلام ده قبل كده. لما عملناهم النهاردة إحنا قاعدين موجودين وعندنا يعني مخزون القمح يكفي 4 شهور. وفي كلمته أكد رئيس السيسي أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكد ضرورة احترام وتقدير المرأة، كما انتقد رئيس السيسي العنف ضد المرأة. لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا، قال حاجتين، قال الصلاة والمرأة، يعني قال خلي بالكم من الصلاة وخلي بالكم من المرأة. دي استراتيجية يا جماعة، دي إيه؟ تطلع منها سياسات وعادات وتقاليد وقيم ومبادئ ودراسات تحقق هذا الأمر، مش كلمة تتقال إيه حسب ضميرنا يعني. وماله حسب ضميرنا برضو، ولكن هو النبي لما قالها كان بيقولها عشان إحنا كأمة تأخذ بناصية العلم والتعليم والتفكر والتدبر، تقوم تحط منهج ومناهج فيها احترام، فيها تقدير، فيها أدب، فيها ذوق، فيها خلق. مع مين؟ مع المرأة، كل المرأة مش المصرية، كل المرأة. أهلا بكم من جديد، واستكمالا لاحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2022، كرم الرئيس السيسي عددا من السيدات والأمهات المثاليات، كما قام أيضا بمنح عدد من السيدات وسام الكمال من الطبقة الثانية. كما كرم الرئيس السيسي أيضا نماذج مشرفة من السيدات المصريات صاحبات الإنجازات الوطنية والدولية. وللمزيد ينضم إلينا الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع. أستاذ أكرم بعد تحية، المرأة المصرية تتمتع بحقيبة انتصارات غير مسبوقة في مختلف المجالات، وذلك خلال عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كيف تقرأ ذلك في ضوء كلمة الرئيس السيسي التي ألقاها خلال احتفالية المرأة المصرية وتوجيهاته للحكومة لدعم مكانة المرأة وحمايتها؟ أستاذ أكرم، أستاذ أكرم هل تسمعني؟ إذن فقدنا الاتصال بالأستاذ أكرم القصاص.
أستاذ أكرم القصاص، مرة أخرى أتساءل عن ما قرأته من رسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الكلمة التي ألقاها خلال احتفالية المرأة المصرية، وبشكل خاص أن المرأة بالفعل في عهد السيد الرئيس تتمتع بحقيبة انتصارات غير مسبوقة في شتى المجالات. والحقيقة يعني على مدى السنوات الأخيرة يعني تمثيل أماكن وصعود لأماكن لم تكن متاحة خلال عقود طويلة. نعم. يعني على سبيل المثال احنا السنة دي تقريبا كان في المرأة في مجلس الدولة لأول مرة في تاريخ القضاء المصري، في على منصات القضاء، في النيابة، في الشرطة، في القوات المسلحة، في كل مكان يعني. بالإضافة كمان لفكرة النسبة أو الكوتا اللي شغالة، اللي موجودة، تواجدت في مجلس النواب، في مجلس الشيوخ، في كثير من المناصب. فكرة التميز الحكومي، فكرة القرارات كمان النهاردة الحقيقة غزا الرئيس فيما يتعلق بأحقيتها في الوظائف، أكثر تكافؤ الفرص، تقرير بعض التفاصيل فيما يتعلق تعديلات لحماية المرأة من العنف، لحماية المرأة في الشارع، لبيئة آمنة للعمل. يعني كل دي خطوات مهمة الحقيقة، سواء خطوات تشريعية أو خطوات تنفيذية. على مدى السنوات اللي فاتت المرأة تقلدت مناصب كثيرة، نسبة كبيرة جدا من الحكومة الحقيقة. نعم. وده بيقوم على الكفاءة، مش بيقوم على فكرة بس التمييز، أو أنه المرأة على أساس أنه نصف المجتمع وأنه من حقها. وزي ما أنا قلت تمتيع على مدى عقود كثير من المراكز أو المواقع البرلمانية أو غيره كانت مستبعدة أو تنزل الانتخابات. ففكرة وجود نسبة هي مش بس المرأة، كثير من الفئات اللي كانت مستبعدة زي ذوي الإهمال، زي أقباط غيره. فالحقيقة أنه المرأة في هذا السياق وفي الخطوات اللي متخذة بتقفز الدولة مراحل كثيرة وسلاسل كثيرة، في إنها بتوفر كثير من الوقت والجهد زي ما احنا قلنا على مدى عقود. صحيح. والحقيقة اللي تقرر النهاردة فيما يتعلق بالتوظيف، فيما يتعلق بالتميز الحكومي، فيما يتعلق بتولي الوظائف، أو كمان دعم المرأة المعيلة، دعم المرأة اللي بتشيل البيت بشكل كبير، فكرة الحياة الكريمة وإضافة السيدات المرأة أو الأرملة أو المعيلة لأسرة أو غيره. يعني كلها الحقيقة خطوات مهمة وبتدعم فكرة تكافؤ الفرص بشكل كبير، وبتحرق مراحل كثيرة جدا فيما يتعلق بتولي الوظائف، على اعتبار أنه هذه السنوات الأخيرة شهدت قفزات واسعة فيما يتعلق بتولي المرأة للوظائف. نعم. أو في وجودها في أماكن كثيرة. وفي نفس الإطار أستاذ أكرم، السيد الرئيس أكد على أنه المرأة المصرية كانت وما زالت دعما وظهيرا للوطن. كيف ترى ملامح الدور الرائد للمرأة المصرية والمتوقع منها أيضا خلال الفترة القادمة إن شاء الله؟ ويعني الرئيس عبر كأي شخص في أسرة مصرية أنه دائما الأسر السيدات بتشيل المسؤولية بشكل كبير، بتتحكم في فكرة الدخول والخروج، بتتحكم في توازن الاقتصاد المنزلي بشكل أو بآخر، بتضحي على مدى يعني كل الأمهات على مدى التاريخ، أي حد في أجيال مختلفة عارف قد إيه أمه ضحت أو صمدت أو ساندت ده، وحتى فيما يتعلق بمواجهة الأخطار في تقديم أبنائها و أزواجها للشهداء في الشرطة أو في القوات المسلحة أو في القضاء أو في غيره. يعني الحقيقة إنه القرارات الاقتصادية والقدرة على إن تتفهمها وتتعامل معاها وتدعم ده، تصدت في لما كان في أخطار الإرهاب وقبل الإرهاب في قبل 30 يونيو، شفنا قد إيه المرأة كانت بجوار الرجل فيما يتعلق في الشارع وفي الميادين وفي غيره لمواجهة الأخطار، مواجهة أي انحرافات أو أي تفاصيل. كل دي الحقيقة خطوات مهمة ودعم حقيقي فعلا، جزء وسند. لم تكن المرأة تحصل على حقها الذي يقابل موقعها في المجتمع وقدرتها على أنها تعمل وكتفا بكتف مع الرجل. فالحقيقة أنه المرأة بتقوم بدور مهم جدا، وأنه ما تتولاه أو ما تحصل عليه هو حق من حقوقها فيما يتعلق بتطور المجتمعات. نعم. كمان وتحضرها
والجمهورية الجديدة في هذا السياق. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية لكل من الفريق عبد رب النبي حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والفريق فخري عبد المنعم محمد خليل قائد الجيش الثاني الميداني الأسبق في حرب أكتوبر المجيدة ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الأسبق، واللذين وافتهما المنية صباح اليوم بعد مسيرة عسكرية طويلة حافلة بالتضحية والفداء لرفعة شأن وطننا الغالي مصر. تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية لكل من الفريق عبد رب النبي حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والفريق فخري عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني الميداني الأسبق في حرب أكتوبر المجيدة ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الأسبق، والذي وافتهما المنية صباح اليوم بعد مسيرة عسكرية طويلة حافلة بالتضحية والفداء لرفعة شأن وطننا الغالي مصر. وأقيمت الجنازة بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدام القادة. وكان الفقيدان الراحلان قد شغلا العديد من المناصب والوظائف العسكرية وسطرا أسماءهما بأحرف من نور في سجلات العسكرية المصرية خلال مدة خدمتهما في صفوف القوات المسلحة، ليكونا خير مثال يحتذى به في التفاني والإخلاص في العمل من أجل رفعة الوطن. وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم العزاء لأسرة الفقيدين الراحلين. هذا وقد نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق عبد رب النبي حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق أحد قادة حرب أكتوبر المجيدة. كما نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق فخري عبد المنعم محمد خليل قائد الجيش الثاني الميداني الأسبق في حرب أكتوبر المجيدة ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الأسبق، اللذين وافتهما المنية بعدما قدما تاريخا عسكريا مليئا بالجهد والعطاء الوطني. أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مجلس النواب والاتحاد البرلماني الدولي في ضوء أهمية الاتحاد كقاطرة للدبلوماسية البرلمانية العالمية، مشيدا بالجهد الذي يقوم به الاتحاد البرلماني الدولي حيال النظر في القضايا والتحديات العالمية. جاء ذلك خلال لقائه رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو على هامش المشاركة في أعمال الجمعية الـ44 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة في بالي بأندونيسيا. من جانبه ثمن باتشيكو الدور الرائد والنشط والتاريخي للبرلمان المصري داخل أروقة الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدا أهمية وضرورة واستمرارية التنسيق والتعاون بين الجانبين. استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس إدارة منظمة أعمال الشرق الأدنى والأوسط الألمانية نوموف والوفد التجاري والاستثماري الألماني المرافق له. ضم الوفد ممثلي 16 شركة ألمانية في مختلف المجالات، وذلك في إطار زيارة الوفد الألماني إلى مصر لعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين لدفع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك وبحث سبل زيادة الاستثمارات الألمانية بالسوق المصرية. وأكد مدبولي أن الاستثمارات الألمانية تعد واحدة من أكبر الاستثمارات في السوق المصرية، حيث يتواجد نحو 100 شركة ألمانية في مختلف القطاعات لا سيما التكنولوجيا والنقل الذكي والصحة،
والتي توفر قيمة مضافة للاقتصاد المصري، فضلا عن مساهمتها في نقل الخبرة الفنية. من جهته أكد سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان أن مصر تعد شريكا استراتيجيا لألمانيا بفضل إقامة شراكات ناجحة وطويلة الأمد في مختلف المجالات، خاصة النقل والطاقة، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030. تنفيذا لتوجيهة الرئيس السيسي، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية وبأسعار مخفضة. يأتي ذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم. بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير السلع الأساسية لتقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية، حيث قامت هيئة الإمداد والتموين من خلال إداراتها التخصصية بتجهيز وتعبئة أكثر من 1.5 مليون عبوة غذائية لطرحها في الأسواق بنسبة خصم تصل إلى 60% ودفعها إلى جميع المحافظات التي تقع في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. في سياق متصل، قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بضخ المنتجات من كافة السلع إلى السوق المحلي عبر 1200 منفذ متحرك و212 منفذا ثابتا في كافة المحافظات، ومضاعفة كميات المعروضات لتلبية مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة. كما كثف جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة من جهوده بتوفير السلع الأساسية من كافة الأصناف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال 62 مجمعاً وفرعاً في كافة أنحاء الجمهورية. وشهدت المنافذ إقبالاً لكافة فئات الشعب على مستوى محافظات الجمهورية، والذين أشادوا بجهود قواتهم المسلحة في توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية
وأعربوا عن ثقتهم في جودة المنتجات المعروضة وكمياتها الوفيرة. كل الخدمات وكل حاجة على أكمل وجه، ما فيش أحسن من كده، وأسعار في المعقول جدا في متناول الجميع. المبلغ النهاردة دفعته أنا ممكن أدفعه برا ثلاث أضعاف. منافس القوات المسلحة، ربنا يخلي الرئيس بينزل أسعار أرخص من برا بكتير طبعا. هناكل وندعي لهم والله، والبركة بقى في رئيسنا. والأسعار بالنسبة لنا هنا الواحد الفقير حلوة بالنسبة لي أنا كصنايع فقير، أجيب اللي أنا عايزه منه. أنا دلوقتي بتعامل معهم على طول، لحمتي وخضاري وكل حاجة من هنا بصراحة. يعني الأسعار ما شاء الله أحسن من السوق، يعني بتقل عن السوق 20-25%، وده حاجة عظيمة يعني، وبعدين بتوفر علينا. حاجاتهم جميلة، واللي بيعملوه معانا الله يبارك لهم فيهم، اللي هم بيعملوه معانا يعني، وبصوا للناس الغلابة. لسه شايف الأسعار دلوقتي حاليا، أسعار في مترمى اليد الحمد لله يعني بالنسبة للسوق حاليا يعني. والحاجة أرخص منها، فرق كتير قوي من سعر بره وسعر هنا، فرق جامد قوي يعني. انزلوا هتلاقي كل السلع متوفرة في الأسواق وفي المولات اللي تبع القوات المسلحة. كل المنتجات اللي بتحتاجها بلاقيها هنا وبأسعار أقل من بره. لا مفيش حاجة مش موجودة هنا وموجودة بره، كل حاجة أنا محتاجها في بيتي موجودة هنا. أنا كمواطن مصري بدور على أقل سعر. أسعار أحسن من بره بكتير بالنسبة للأسعار اللي أنا شايفها النهاردة. أسعار بتاعة القوات المسلحة واللي تدخلت فيها الدولة ممتازة، أحسن من التجار بره، وأحسن من المنافذ الخاصة بمراحل كثيرة جدا. أنا بقول كلمة لوجه الله، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. فضلا عن توفير حصص مجانية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، تم توزيعها على 30,000 أسرة بكافة أنحاء الجمهورية. يأتي ذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة لتؤكد على جاهزيتها ودعمها دوما لأبناء الشعب المصري العظيم. وبالتزامن تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي. خلال 24 ساعة تمكنت الداخلية من ضبط 154 قضية تموينية بمضبوطات قرابة 254 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 85 طن سلع غذائية وغير غذائية. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 11 طن دقيق مدعم وسكر وأرز وأسمدة. وفي مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي تم ضبط ما يقرب من 157 طن سلع غذائية و30,157 لتر مواد بترولية. هذا وتتواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مرحلتها الثانية والعشرين لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 60%. نجد المزيد من التفاصيل مع عبد الله بركات مراسل التلفزيون المصري. نحن الآن في إحدى السلاسل التجارية المشاركة في مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي أطلقت وزارة الداخلية مرحلتها الثانية والعشرين في 15 من الشهر الجاري. هذه السلاسل التجارية وأفرع السلاسل التجارية وصل عددها على مستوى الجمهورية إلى 993 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى جميع المحافظات. هدفها الرئيسي أن يتم توفير السلع الاستراتيجية والأساسية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، نسب التخفيض تتراوح فيها ما بين 30-60%. إضافة أيضا إلى الشوادر والصرادقات المختلفة التي أعدتها الوزارة بالتنسيق مع كبار الموردين والكيانات الصناعية الكبرى لتوفير هذه السلع، بحيث يستطيع أعداد كبيرة من المواطنين الاستفادة من تلك التخفيضات لتلبية احتياجاتهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. وزارة الداخلية عندما أطلقت هذه المرحلة من المبادرة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كان الهدف الرئيسي التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل متغيرات إقليمية ودولية تستدعي تكاتف الجهود بين أجهزة الدولة المعنية لتوفير احتياجات المواطنين بأقل تكلفة ممكنة.
المبادرة لم تتوقف عند هذا الحد، وإنما أيضا هناك منافذ أمان المشاركة في هذه المبادرة والتي تتبع وزارة الداخلية من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، يتم توفير هذه السلع فيها بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى 50%. إضافة أيضا يتم توجيه سيارات متنقلة أو قوافل من السيارات المتنقلة إلى مختلف المحافظات، توجيهها إلى المناطق الأشد احتياجا ليستفيد منها المواطنين من خلال تجهيز عبوات تتضمن سلع متنوعة أو سلع أساسية بيحتاجها المواطن خلال شهر رمضان المبارك للتخفيف عنهم. هذه المبادرة بالفعل شهدت خلال الفترة الماضية نجاحات كبيرة في نجاحها في تخفيض أسعار السلع المختلفة، وهو ما يعني يترجمه هذا الإقبال الكبير من المواطنين على تلبية احتياجاتهم من الأفرع والسلاسل التجارية المشاركة وأيضا السرادقات المشاركة في هذه المبادرة. كما تواصل أجهزة الدولة جهودها في طرح السلع الغذائية بكميات وفيرة وأسعار مخفضة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية. من بين 1300 مجمع استهلاكي يقدم مجمع المصرية بمدينة نصر خدماته في توفير السلع الغذائية بكميات تصل ل 50% عن المعتاد، بالإضافة لعرض تخفيضات تصل ل 30% على السلع المختلفة. عندنا السلع متوفرة بتخفيضات 25-30% في أغلب السلع خاصة السلع الأساسية. عندنا مخزون استراتيجي كفينا لفترات طويلة على الأقل 3 أو 4 شهور لكل السلع مش السلع الأساسية بس. التخفيضات على أسعار يميش رمضان وعلى كراتين رمضان وشنط رمضان بنفس نسبة التخفيض قلت حضرتك عليها 20-30%. وتنفيذا لخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، المجمع يلبي احتياجات البيت المصري من سلع الأرز والزيت والسكر، بالإضافة للدواجن واللحوم وغيرها من السلع التي أقبل عليها المواطنون، خاصة مع وجود كرتونة رمضان التي تقدم بأسعار منخفضة تزامنا مع إقامة معارض أهلا رمضان استعدادا للشهر الكريم. كل يوم بعد من هنا ونروح الشغل ونجي من الشغل واشتري من هنا على طول، كل حاجة متوفرة ورخيصة جدا بأسعار أقل من بره بكتير. كميات متوفرة والأسعار زي ما هي ما تغيرتش، يعني قبل الأحداث وبعد الأحداث الأسعار هي هي. أنا لسه واخد حاجاتي كلها هنا هي بنفس السعر، ما فيش حاجة زادت. فعلا هنا الأسعار أقل من بره، لأن بره غلى رهيب برضو وفاحش. على سبيل المثال هنا مثلا اللحمة ب 95 جنيه سوداني، بره ب 170 وب 180 و 200 جنيه. السلع كويسة والكميات بتاخد يعني اللي هي مناسبة ليك. الحاجة التانية هي بصراحة أسعارهم حلوة، وأنا بأمانة ربنا ما بجيب دايما بجيب من هنا وقت الحاجة، سواء لحمة أو سكر مكرونات زيوت كل حاجة. جهود متواصلة من الأجهزة التنفيذية والرقابية لضبط الأسواق ومنع محاولات الاحتكار لتوفير السلع الغذائية بكميات كبيرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. محمود جميل، التلفزيون المصري. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن احتمالية نشر روسيا لأسلحة كيماوية يمثل تهديدا حقيقيا. تصريحات بايدن جاءت قبيل توجهه إلى أوروبا لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية، ومن المقرر أن يجتمع بايدن مع الحلفاء الرئيسيين في بروكسل ووارسو هذا الأسبوع. كان مستشار بايدن للأمن القومي قد أكد أن الرئيس الأمريكي سينسق مع الحلفاء بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا والعقوبات الجديدة على روسيا. وفي المقابل قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدام الروبل في المعاملات التجارية مع الدول غير الصديقة. خلال مؤتمر صحفي أعلن بوتين قراره ببيع الغاز والنفط بالروبل الروسي، مشيرا إلى التزام بلاده بعقود توريد إمدادات الغاز. إن تصدير بضائعنا إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والحصول على العملات الدولار أو اليورو ليس له لنا عندنا أي معنى، ولهذا فاتخذنا القرار وفي وقت قصير بنقل الدفعات مقابل الغاز
الذي يورد إلى الدول الغير صديقة كما تسمى بالروبل الروسي، أي أن نمتنع عن استخدام كافة العملات التي أساءت لسمعتها، ويعني ذلك أننا سنستمر بالتزامنا بتوريد الغاز والنفط وفقا للأسعار التي ذكرت في العقود السابقة، ونثبت بذلك ثقتنا وعملنا المنتظم. وسيعني ذلك أنه فقط سنستبدل العملة عملة الدفع بالروبل عوضا عن العملات الأخرى. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن إرسال حلف شمال الأطلسي الناتو لقوات حفظ سلام إلى أوكرانيا سيكون صداما مباشرا بين روسيا والحلف. وقال لافروف إن الولايات المتحدة تريد إبقاء روسيا في حالة العمليات العسكرية لأطول فترة ممكنة ومواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة، مشيرا إلى أن انتهاء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بسرعة ليس أمرا مربحا بالنسبة للولايات المتحدة. يتم تخصيص 5000 وحدة وما إلى ذلك من أجل وضع هذه الاستراتيجية، ولكن ما نراه الآن هو أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتحرك فقط، وأن دول الاتحاد الأوروبي التي لا تدخل في الناتو وليست عضو في الناتو أيضا يتم تقديم طلب ب إجراء تدريبات على أساس الناتو، وتحرك هذا الناتو أو هذا الحلف إلى الشرق الآن لا يوجد اختلاف مع ما إذا كانت الدولة عضو في الناتو أو لا. وعلى مر السنين الماضية رأيتم أن الحلف حلف الناتو يتجهز ويتقدم ويتجاهل اقتراحاتنا بالالتزام وتطبيق الاتفاقيات المنصوص أو المتفق عليها في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفي إطار المنظمات الأخرى أيضا. وخلال جلسة بالأمم المتحدة نفى المندوب الروسي في الأمم المتحدة استهداف بلاده للمدنيين في أوكرانيا وفق ما أعلنت موسكو، وذلك منذ بداية العملية العسكرية. واتهم المندوب الروسي أوكرانيا باستخدامها المدنيين كدروع بشرية ومنع خروجهم. نزع السلاح منها كان هذا هو الهدف من العملية العسكرية، نحن لم نكن نستهدف المدنيين، وهذا مفهوم أن من قاموا بالجرائم في أوكرانيا سيتحملون المسؤولية عن هذه الجرائم التي ارتكبت منذ 8 سنوات، فهم من بدأوا باستخدام المدنيين كدروع بشرية. من جانبه قال أمين عام حلف شمال الأطلنطي الناتو يانس ستولتنبرغ إن الحلف سينشر 4 مجموعات مقاتلة تكتيكية جديدة في الدول الشرقية. ألفت ستولتنبرغ إلى أن الناتو سوف يوفر مزيدا من الدعم لأوكرانيا للتصدي للتهديد النووي والكيميائي. طلب أمين عام الناتو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والسماح بوصول المساعدات وفتح الممرات الآمنة للمدنيين والانخراط في دبلوماسية حقيقية. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولز بحثا في اتصال هاتفي تطورات محادثات السلام بين موسكو وكييف. حذر شولز بوتين من استخدام سلاح بيولوجي أو كيميائي في أوكرانيا، وكان شولز قد شدد في كلمته أمام مجلس النواب الألماني على أنه لن يؤيد الدعوات الأوكرانية الموجهة إلى حلف شمال الأطلنطي الناتو والتي تطلب فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا أو دعوات لإرسال قوات لحفظ السلام. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تتواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد في مرحلتها 22، والتي أطلقتها وزارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 60%.
يتزايد إقبال المواطنين على شراء السلع الاستراتيجية في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. وزارة الداخلية تواصل فعاليات المبادرة في مرحلتها 22 التي انطلقت منتصف الشهر الجاري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لتوفير هذه السلع وغيرها بتخفيضات تصل إلى 60%. جيت السوبر ماركت النهاردة اشتري طلبات، لقيت فعلا الأسعار نزلت كويس جدا، بتحارب الغلاء بتاع الأسعار، والتجار اللي كانوا بيبيعوا الحاجة بطريقة غالية جدا دلوقتي لا الحمد لله. حقيقي فرقت معانا كتير بالنسبة للأسعار برة، لأن برة في استغلال حاصل جامد أو في السلع بالمقارنة بالمبادرة حقيقي مختلفة تماما، فحقيقي مبادرة جميلة جدا ونشكر سيادة الرئيس عليها. بالنسبة لكل أي مستوى يعني سواء يقدر أو ما يقدرش، كلنا واحد وأسرة واحدة وربنا يخلي السيسي. وفرة كبيرة في المعروض من السلع بكافة أنواعها في أفرع السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة بكافة المحافظات، يصل عددها إلى 993 فرعا، موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. وزارة الداخلية لم تكتفي بالسلاسل التجارية، إنما امتد توفير السلع إلى الشوادر والسرادقات التي تم تجهيزها بكافة المحافظات بالتنسيق مع كبار التجار والموردين في أماكن تضمن استفادة شريحة كبيرة من المواطنين بخاصة الأكثر احتياجاً، وهو ما يعكس الإقبال الكبير من المواطنين على شراء احتياجاتهم من تلك الشوادر. والله العظيم مبادرة 10/10 بصراحة، أحلى حاجة أسعار 100/100 ومفيش بعد كده. إحنا كنا مستنيينها بفارغ الصبر المبادرة ديت، لأنها مبادرة جميلة جدا وتعيد الاتزان للسوق يعني. هي المبادرة جميلة والأسعار جميلة وربنا يخلي الرئيس. إحنا بنحب جدا جدا سيادة الرئيس، كل سنة وهو طيب وربنا يسترها عليه يا رب. والله العظيم حاجات جميلة جدا 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 وتفرق في الأسعار فرقة جدا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وشاركت الوزارة في مبادرة كلنا واحد في مرحلتها 22 منذ انطلاقها من خلال منظومة أمان للمنتجات الغذائية بمنافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية الثابتة والمتحركة وبمنتجاتها ذات الجودة العالية وبتخفيضات كبيرة تصل نسبتها إلى 50%. وقد وجهت الوزارة قوافل من السيارات محملة بالسلع الاستراتيجية إلى المناطق الأشد احتياجاً في إطار المبادرة لتوفير السلع بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية قاطني تلك المناطق بصفة خاصة. فعاليات مبادرة كلنا واحد تتواصل مع نجاحها في تحقيق أهدافها التي تسعى إليها الدولة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل متغيرات إقليمية ودولية تتطلب تكاتف الجهود لتوفير احتياجات المواطنين بأقل تكلفة. ده الحب ده مش بالساهل، بس انت فعلا تستاهل. أيوة انت فعلا تستاهل، تستاهل. وبركات التلفزيون المصري. وصلنا في نشرة السادسة إلى وقفتنا الاقتصادية والتفاصيل مع فاطمة خليل. شكرا إلهام نمر، شكرا ريهام الديب، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. طلب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات لأقل فترة ممكنة مع ضرورة تعاون كل الجهات لتحقيق هذا المستهدف. جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة نافذة للإفراج الجمركي ونظام التسجيل المسبق للشحنات. وفي مسهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء الدور المحوري لنظام التسجيل المسبق للشحنات في إتاحة المزيد من التيسيرات التي تسهم في تقليص زمن الإفراج
الاستيراد الجمركية وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، تشجيعا للصادرات المصرية وتبسيطا للإجراءات من خلال حوكمتها والتيسير على مجتمع الأعمال. أكد وزير الزراعة السيد القصير أنه من المستهدف استلام 6 ملايين طن قمح من الفلاحين، مشيرا إلى أن كل من قام بصرف أسمدة مدعمة يجب عليه توريد المحصول حتى يستفيد من دعم الأسمدة في الموسم القادم. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الزراعة عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع مديري مديريات الوزارة لبحث الاستعداد لموسم حصاد وتوريد القمح. وخلال الاجتماع وجه الوزير مديري مديريات الزراعة بالتواجد مع المزارعين على أرض الواقع لإزالة أي عقبات تواجههم فورا من أجل تسهيل توريد القمح. ترأست وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ووزير التجارة بالمملكة العربية السعودية ماجد القصبي الاجتماع الأول لفريق العمل المعني لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المصرية السعودية المشتركة، والذي استضافته العاصمة الرياض بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وقالت الوزيرة أن حكومتي مصر والسعودية حريصتان على تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية المشتركة، مشيرة إلى أن نتائج أعمال اللجنة تضمنت العديد من النتائج الإيجابية والتي كان لها أثر على معدلات التبادل التجاري بين البلدين، والتي ارتفعت خلال عام 2021 لتسجل نحو 8 مليارات ومليوني دولار. في الولايات المتحدة هبطت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة على غير المتوقع في فبراير وسط تزايد فوائد القروض العقارية وارتفاع أسعار المنازل، وهو ما يقلص القدرة الشرائية لبعض المشترين للمرة الأولى. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن مبيعات المنازل الجديدة تراجعت 2% إلى معدل سنوي قدره نحو 772 ألف وحدة الشهر الماضي، مواصلة الانخفاض لثاني شهر على التوالي. وعدلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر يناير بالخفض إلى 788 ألف وحدة من القراءة السابقة البالغة نحو 801 ألف وحدة. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإلهام وريهام لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا جزيلا فاطمة. ونختتم نشرة السادسة بتذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس السيسي يؤكد أن احترام المرأة وحمايتها وتمكينها واجب وطني والتزام سياسي. تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، القوات المسلحة توفر كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة في أنحاء الجمهورية. بايدن يغادر إلى أوروبا لبحث الأزمة الأوكرانية، وبوتين يقرر بيع الغاز والنفط بالروبل. انتهت نشرتنا، تحية لكم وإلى اللقاء.